السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أبطال على منصة إيديورام في مادة اللغة العربية مع أستاذ صابر بيبرس. إن شاء الله النهاردة نستكمل شرح الوحدة التالتة في النحو. النهاردة مع الحروف الناسخة. احنا خدنا الأفعال الناسخة كان وأخواتها وكاد وأخواتها. في حروف ناسخة اللي هي إن وأخواتها، وأظن اللي أنت عارفها، بس تعالى نرجعها كده ونشوف لو في حاجة جديدة علينا ناخدها. إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، دي حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ. قلنا ناسخة يعني إيه؟ يعني مغيرة، تغير في حكم الإعراب، يعني المبتدأ مرفوع هي بتخليه منصوب فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر. يعني المبتدأ أصلا مرفوع هي بتخلي المبتدأ منصوب، يبقى ناسخة هي بتغير في حكم الإعراب، المبتدأ مرفوع بتخليه منصوب والخبر بيفضل مرفوع زي ما هو. يعني أقول كده إن الحق منتصر. أصلا جملة الحق منتصر، يبقى الحق اسم إن منصوب ومنتصر خبر إن مرفوع. إن وأخواتها اسمها بيجي اسم ظاهر أو ضمير متصل، يعني أقول كده إنك مجتهد، يعني يجي لك اسمها في صورة اسم ظاهر زي الحق، يجي لك كده في صورة اسم ظاهر زي الحق، يجي لك ضمير متصل زي كاف الخطاب، ده اسم إن. طيب طبعا الضمائر اللي بتتصل بإن وأخواتها هي ضمائر النصب اللي هناخدها في درس لوحديها، اللي هي كاف الخطاب وهاء الغيبة ويا المتكلم ونا المتكلمين المفعولين، هم الأربع ضمائر دول اللي بيتصلوا بإن وأخواتها لأن ضمائر نصب، لأن اسم إن منصوب. طيب خبر إن بيجي مفرد كلمة واحدة، ويجي برضو جملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة، مثلا زي ما اقول كده ان المعلم شرحه ممتع، فشرحه ممتع دي جملة اسمية، شرحه مبتدأ وممتع خبر، والجملة الاسمية في محل رفع اسم ان. طبعا المعلمة اسم ان منصوب والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن. طيب وطبعا في الضمير الرابط اللي هو يعني مضاف إليه اللي بيعود على اسم إن، أو يجي خبر جملة فعلية إن المعلم يشرح، جملة يشرح جملة فعلية في محل رفع خبر إن برضو، والمعلم اسم إن منصوب. أو يجي برضو الخبر شبه جملة، أقول كده إن الطالب في الفصل، جر ومجرور يبقى في الفصل شبه جملة في محل رفع خبر إن، والطالب اسم إن منصوب. خلاص إن الكتاب فوق المكتب، يبقى المكتب فوق ظرف وشبه الجملة من الظرف في محل رفع خبر إن. طبعا أنا استخدمت في كل الجمل إن عادي، أقول إن أو أن أو كأن أو لكن أو لكن أو ليت أو لعل، ده خبر إن. وحالات التقديم والتأخير هي نفس الحالات بتاعة الجملة الإسمية، يعني إذا كان اسمها نكرة والخبر شبه جملة يجب أن يتقدم الخبر على اسمها. يعني لما أقول كده لعل في الفصل معلم، يبقى معلم معلمة اسم لعل مؤخر وجوبا، مؤخر وجوبا منصوب، وشبه الجملة في محل رفع خبر لعل مقدم. ليه؟ لأن اسمها جه نكرة وخبرها شبه جملة، وطبعا دي خدناها في الجملة الإسمية وكان وأخواتها، وإحنا بنراجع عليها كده مراجعة بسيطة. أو يكون في اسمها ضمير يعود على
اقول كده لعل في المدرسة ناظرها، فاسمها بضمير يعود على بعض الخبر. الحالة الثانية اللي خدناها لعل في المدرسة ناظرها، يبقى ناظرها اسم لعل برضو منصوب وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. يبقى إذا كان اسمها نكرة والخبر شبه جملة، إذا كان اسمها بضمير يعود على بعض الخبر. طيب إذا اتصلت ما الكافة، ما الكافة بإن وأخوتها، إذا اتصلت بها تكفها عن العمل. تكفها عن العمل يعني اللي بعدها مبتدأ وخبر. قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فإنما خلاص إن دخلت عليها ما الكافة فكفتها عن العمل، فأصبحت كلمة المؤمنون مبتدأ مرفوع، طبعا ده مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وإخوة خبر مرفوع. يبقى إذا دخلت ما الكف على إن وأخواتها تكفها عن العمل، ويكون ما بعدها مبتدأ وخبر ما عدا ليت. ما عدا إيه؟ ليت. ليت إذا دخلت على ما الكف يجوز الأمرين. يجوز الأمرين يعني إيه يجوز الأمران؟ يجوز الأمران، الأمرين بيجوزوا، يعني يجوز أن تكون كفة ويجوز أن تكون غير كفة. يعني مثلا لو أنا أقول كده ليتما المخلصون موجودون، كده اعتبرناها كفة. أو أقول ليتما المخلصين موجودون، كده اعتبرناها مش كافة. يعني ليتها تعمل وهتنصب اسمها وترفع خبرها. يبقى في المثال الأول اعتبرنا ان لا ان ما دي كافة، يبقى في المثال ده ما كافة، في المثال ده غير كافة. خلاص كده يبقى المخلصون هنا دي في دي مبتدأ مرفوع بالواو، وفي دي اسم ليت منصوب طبعا، وموجودين هنا خبر مرفوع طبعا بالواو، وهنا موجودون هنقول خبر ليت مرفوع. يعني إن وأخواتها ما الكفة تكف إن وأخواتها عن العمل ما عدا ليت، يجوز أن تكون كفة ويجوز أن تكون غير كفة. كده يبقى لنا حاجة واحدة بس في درس إن وأخواتها، مواضع كسر إن. خلاص مواضع كسر همزة إن وفتحها، مواضع كسر همزة إن طيب قول لي أول حاجة، تعالى كده من خلال الأمثلة لما أقول لك كده إن الحق منتصر. ليه إن هنا جت مكسورة؟ هتقول لي كده علشان وقعت أول الكلام، يبقى إذا وقعت في أول الإيه؟ الكلام، يجب أن تكون الهمزة مكسورة. طيب تعالى للمثال الثاني لما أقول كده زرتك وإني مسرور، إيه اللي حصل؟ هتقول لي والله أنا شايف إن جملة إني مسرور دي جملة حال. أقول لك صح، يبقى إذا وقعت أول جملة الحال. طيب يلا للمثال الثالث، وهناخدها بالأمثلة، وعايزك أنت عشان إيه ما نحفظش بس نبقى برضو فاهمين قبل الحفظ. أقول كده حضر الذي إنه محبوب. إيه اللي واخد بالك منه؟ أو تقول لي إن الذي اسم موصول، وإن وقعت في أول جملة الصلة، صح. أقول لك إذا وقعت أول
جملة الصلة. خلاص؟ طيب رقم أربعة أقول لك كده ماشي، اجتهد حيث تجد الجزاء. طيب حيث تجد الجزاء مجزي، اقول لك اجتهد حيث انك مجزي يعني على اجتهادك. قول لي وقعت بعد حيث. اذا وقعت ان بعد ايه؟ بعد حيث. المثال بعد كده، الا ان الحق منتصر. ايه اللي حصل هنا؟ ما وقعتش في اول الكلام ما بيها الا. يبقى اذا وقعت بعد الا الاستفتاحيه. اذا وقعت بعد الا الاستفتاحيه، زي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب رقم ستة، قال إني ذاهب إلى ربي. قل لي قال، ودي جملة القول. إذا وقعت أول جملة القول. ماشي؟ طيب والله إن الحق منتصر، ده قسم، وهي أول جملة جواب القسم. يبقى إذا وقعت أول، إذا وقعت أول جملة جواب القسم. دي مواضع كسر همزة إن، لما تيجي اول الجمله لازم تكون ان مكسوره، ان الطالب يذاكر. اذا وقعت اول جمله الحال، اذا وقعت اول جمله الحال اني مسرور، دي هنعربها جمله حال في محل نصب حال. حضر الذي انه اول جمله الصله، صله الموصول. اذا وقعت بعد حيث، اذا وقعت بعد الا الاستفتاحيه، اذا وقعت في أول جملة القول، إذا وقعت أول جملة جواب القسم. دي مواضع كسر همزة إن يجب أن تكون همزة إن مكسورة. هيجي يسألك في الامتحان هيجيب لك جملة زي كده، يقول لك سبب كسر همزة إن إيه، ويديك الاختيارات اللي وقعت بعد حيث. في المثال ده وقعت بعد آلة الاستفتاحية، في ده أول جملة القول، أول جملة جواب القسم. سهلة جدا. طيب الحالة الوحيدة مواضع أو موضع فتح همزة إن. ماشي؟ هنقول كده هتيجي إيه؟ أن. تيجي أن بالصورة دي في حالة واحدة، يقول لي إذا صح أن تؤول ومعموليها، يعني اسمها وخبرها بمصدر. تؤول بمصدر، يبقى مصدر مؤول، تبقى تؤول بمصدر صريح. خلاص؟ اما اقول كده علمت انك فاهم. انك فاهم دي مصدر مؤول. خلاص؟ اي علمت فهمك. ينفع نشيلها ونحط المصدر الصريح. علمت فهمك، طبعا فهمك هتكون في محل نصب مفعول به، وعلم بتنصب مفعولين، وقلت لك علم بتنصب مفعولين، يبقى المصدر المؤول سد ما سد المفعولين. يبقى تؤول بمصدر مؤول. دي الحالة الوحيدة التي يجب أن تكون همزة أن مفتوحة، إن هي واسمها وخبرها يصح أن تكون مصدر مؤول. يؤول بالصريح بقى، المصدر المؤول ده بنجيب المصدر الصريح منه ونشوف موقعه الإعرابي، والله في محل رفع فاعل، زي أعجبني أنك مجتهد، ساعتها تكون في محل رفع فاعل، تكون في محل جر مضاف إليه، تكون في محل نصب مفعول به، على حسب موقع المصدر المؤول. يبقى مواضع كسرة همزة إن، قلنا إذا وقعت في أول الكلام، وقعت أول جملة الحال، وقعت أول جملة الصلة، وقعت بعد القول، وقعت بعد حيث، بعد ألا، بعد جواب في أول جواب القسم،
أما الحالة الوحيدة اللي الهمزة تيجي أن اللي هي تكون مع اسمها وخبرها ينفع تكون مصدر مؤول يؤول بالإيه؟ يؤول بالصريع. خد بالك إن عليها شدة وفتحة، أن عليها شدة وفتحة، غير إن الجازمة وأن الناصبة. إن الجازمة بتخش على الجملة الفعلية فعل المضارع، وأن الناصبة بتخش على الجملة الفعلية الفعل المضارع. أما إن وأن دي بتدخل على الجملة الإسمية، فبتنسخ حكم اسمها من الرفع إلى النصب، فيكون اسمها منصوب وخبرها مرفوع. كده خلصنا إن وأخواتها. كده داخلين بقى على باقي الوحدة إن شاء الله. الحرف اللي بيعمل عمل إن وأخواتها ألا وهو لن نفي للجنس، ده إن شاء الله في الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.